طبعا انتوا عارفين ان المطبخ اسرار، من غير ما نلف على القنوات ولا نحتار في مطبخ دودي كل الاسرار. النهارده حبايب قلبي عملنا مع بعض الكرنبيت المقلي على الطريقه الكريسبي، زي الفراخ الكريسبي بالظبط، تحفه جدا وجميله جدا. واللي عاجبه السرفيز الجميل يتابعنا لحد الاخر. وقبل ما نقول نصلي على الرسول. النهاردة حبايب قلبي ان شاء الله هنعمل مع بعض الكرنبيت بطريقة جديدة ومختلفة هتعجبكم جدا ان شاء الله. اول حاجة حبايبي احنا بنسلق الكرنبيت زي ما انتم شايفين اهو، انا مولعة عليه النار. طبعا الطريقة بتاعت السلقة بحطها لكم في اللينك حبايب قلبي، بس اهم حاجة ان انا بسلقه كويس جدا. انا عايزاه يتهرى، انا عايزة الكرنبيت يتهرى مني لان انا ههرسه وهوريكم الطريقة. فانا سايباه اهو في النار وهتعرف على المكونات بتاعتنا. طبعا هنا انا معايا كزبره خضراء انا مقطعاها خرط صغيره، ومعايا هنا فصوص ثوم. انا هنا عبال ما الكرنبيت السلق انا الثوم مع الكزبره انا هدقهم في الهون، يبقى انا الحاجتين دول انا هدقهم تمام. ومعايا هنا لبن او حليب، ومعايا 3 بيضات، ومعايا هنا مستردة، ومعايا مايونيز، وهنا معلقه نشا كبيره وكوباية دقيق كبيرة، وهنا البهارات بتاعتي اللي هنتعرف عليها، ملح، فلفل اسمر، شطة، كزبرة، كمون، ومعلقة كركم صغيرة. وهنا اخر حاجة، هنا عندي فيجيتار حار، انا عايزة اعمل الكرنبيت كريسبي كده، عايزة اعمله حاجة تكون مختلفة وتحب وحبها الاولاد، وتكون حاجة ايه لذيذة ومغذية في نفس الوقت. هنا الفيجيتار الحار، بس مش دلوقتي، احنا هنشوف هنمشي خطوة بخطوة مع بعض قبل ما الكرنبيت يتسلق. انا دلوقتي زي ما قلت لكم لا اما هعمله بالكبه لا اما هعمله في الهون، مفيش مشكله. يبقى التوم مع الكزبره. خلاص يا حبايبي سلقنا الكرنبيت مع بعض، سلقناه حلو قوي وطلعناه صفيناه. وهنا دقيت الكزبره بالتومه في الهون زي ما انا قلت لكم. اول حاجه بقى حبايبي انا هجيب هنا الكرنبيت، هقص بقى كده هنا الزياده، هو مفيش مشكلة انا ممكن احنا نعمله اساسا، بس انا بس ايه هعمله بطريقة تانية. بس هنهرسهم ان كان بقى بالشوكة بالهراسة. خلاص يا حبايبي كده اهو هرستها كويس جدا. وطبعا انا عايزاها بصوا شايفينها ايه ما شاء الله ناعمه اهي، وانا برضو عايزاها تبقى احس ان انا باكل ايه، يعني مثلا سواء فراخ مثلا متقطعه او اي حاجه مثلا مقطعوها لحمه اي حاجه، فانا احس ان انا برضو ليه طعم. فانا زي ما انتم شايفين اهو، بس هي كده يعني القوام بتاعها حلو جدا اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. تمام، يبقى انا كده خلاص هرست الكرنبيت بتاعي. هجيب هنا بقى بسم الله، اجيب البيض بسم الله الرحمن الرحيم، 3 بيضات اهم، هنحط بقى ملح وفلفل اسمر، هنضربهم كويس، وبعد كده نحط كل البهارات. خلاص حبايب قلبي كده قلبنا البيض مع الفلفل الاسمر مع الملح، هنحط بقى بيض، هنحط لبن، هنحط حليب بسم الله. بصوا بقى حبايبي انا هاخد بس حبه، هاخد بس حبه من البيض هنا تمام كده، واسيبه ما نحتاج لهم تاني. وبعد كده نحط بقى الدقيق بسم الله الرحمن الرحيم، نحط هنا نصهم وهنقلب. المفروض ان انا احط بقية البهارات،
هنحط هنا البهارات عشان نقلب مره واحده، بس هنا كمون كتير، هنحط كل الكمون ده. هنحط كده نقطة لبن صغيرة، معلقة نشا، هنجيب هنا المستردة، بسم الله الرحمن الرحيم، المايونيز، هقلب، خلاص كده. احط بقى هنا معلقه من الكزبره والتومه، احط كده معلقه كبيره من الكزبره، طبعا الكزبره بتحليه بتخليه تحفه، معلقتين كبار اهو. نشوف حاجة بقى، هنزل بالنبيت، هقلب بقى كل المكونات دي في بعض. في عندي بقى ايه يعني عشان خاطر يمسكوا في بعض كده، هجيب هنا علبه، عندي العلبه بتاعه البيت دي اهي، انا هجيبها كده عشان عايزاها بس تجمد في الفريزر لمده من 5 لـ10 دقايق، مش عايزاها تتحط في الفريزر كتير، انا بس ايه عايزاها تتشرب بس بالخلطه الجميله دي. وهنقول بسم الله، انا مش عايزاها ايه، ممكن اعملها لكم صوابع، اعملها لكم اي شكل على فلافل، لكن انا عايزه اعملها برضو بتبقاش تقيله وفي نفس الوقت تدي منظر حلو. وبتبقى تحفه يعني في شكلها، بيبقى جميل جدا وطعمها روعه. وكده خلاص الشكل النهائي اهو حبايبي، انا كده هسيبها لمده من 5 لـ10 دقايق في الفريزر، وبعد كده هنرجع هنشوف هنعمل مع بعض ايه. اهي شكلها النهائي، بسم الله ما شاء الله وريحتها تجنن، هسيبها في الفريزر وهرجع لكم تاني. خلاص حبايب قلبي، طلعنا الكرنبيت من الفريزر، انا بس كنت عايزاه ان هما يجمدوا كده زي ما انتم شايفين اهو بالطريقه دي. هنطلع بقى مع بعض وهنقول بسم الله. بصوا حبايبي اهي، اهي على شكل ايه البيضة، هحطها هنا اول حاجة في الفيجيتار اهي حبايبي، وبعد كده هصفيها بس اهي، احطها في البيت اهي حبايبي، وهطلعها تاني واحطها برضو في الفيجيتار، يبقى اخر مرحلة اللي هي بتاعة الفيجيتار اهي. بالشكل ده اهي حبايبي، انا هعملهم كلهم وبعد كده هنرجع معانا مولعه على الزيت وموطيه عليه وهنرجع نقلهم مع بعض. خلاص يا حبايب قلبي كده خلصنا الكميه اللي معانا،
حطيناها الاول في الفيجيتار، بعد كده في البيض، وبعد كده حطيناها بره تاني في الفيجيتار. وهنا خلاص الزيت اتقدح معانا، وهنقول بسم الله. هناخدها بس من، انا طبعا بطلتها كده شويه عشان خاطر ما تبقاش تخينه معايا وتستوى معايا، وهقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بس ايه، هنخليها ما فيهاش فيجيتار. انا حاطه بقى فيجيتار عشان ما يلزقش. كفايه كده اول مره. طبعا احنا عايزينها بقى ايه، تبقى اللي هو اللون الذهبي زي الفراخ الكريسبي بالظبط كده. واحنا عندنا كرنبيت بس هيبقى طعمه رهيب يعني، ان شاء الله ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم. بس ايه، بصوا هنا اللون، انا عايزه بس ايه اغمق سنه يعني، نشوف كده ايه دي ايه اللي حصل لها. وخلاص قرب. طبعا انا ايه الزيت اتقدح، بس بعد كده بتخلي النار ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي عشان خاطر الكرنبيت يستوى معاكي، ما يبقاش يطلع معاكي ني. واول ما يستوى هرجع لكم تاني. هنقول بسم الله حبايبي كده، هنقلب مع بعض. بصي اللون عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هقلب بقى الكرنبيت مع بعض، بسم الله ما شاء الله على لونه. اول بقى ما الجنب اللي راح يستوي هنطلعه مع بعض. هنطلع الكنبيت مع بعض حبايبي. بصوا بقى خلاص الجنب اللي تحت عاملين ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله. حطه بقى على المناديل المطبخ. ريحته بقى مش قادره اقول لكم، ريحته روعه. حلو قوي لونه ده. طبعا يا حبايبي انا هكمل كل الكميه اللي موجوده عندي دي، هقليها. خلاص حبايب قلبي قلينا كل الكميه اللي موجوده معانا، وطبعا ما نقدرش نستغنى عن البقدونس او الكزبره الخضراء، الحاجات الخضراء دي كزبره خضراء. هنهوس بقى الحقيقه الكرنبيت بتاعنا بعد ما اتقلى، هنقول كده بسم الله بقى كده، ان شاء الله باذن الله يعجبكم. جربوا الطريقه دي، ما تنسوش في التعليقات تقولي رايكم، ويا رب تفرحوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ايه رايكم بقى في الفيديو الجميل ده؟ شكله جميل صراحة، انا جوعت. طبعا بقى بطاطس محمرة جنبه، سلطة الطحينة، اي حاجة بقى مخلل بقى الحاجات الحلوة بتاعتنا دي. ويا رب كده اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.